بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا بقى نشوف النهاردة الحد. البنوك فتحت بعد أجازة 3 أيام، والدنيا بقى ابتدت تشتغل المال والأعمال. وتعالوا نشوف برضو أسعار الذهب. خلونا نبتدي بالعملة، هنبتدي بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي سجل 15.64 جنيه، أما البيع ف 15.74 جنيه، ثابت بقاله فترة طويلة الحمد لله. اليورو 17.65 جنيه للشراء، أما البيع ف 17.82 جنيه. الجنيه الاسترليني 21.09 قروش للشراء، أما البيع ف 21.34 جنيه. الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، أما البيع ف 4.19 جنيه. الدينار الكويتي 49.50 جنيه للشراء، أما البيع 52 جنيه وقرشين للبيع. طبعا زي ما احنا واخدين ان بالنا ان العملات بقى لها فترة الحمد لله ثابتة في أسعار الصرف. تعالوا بقى نشوف أسعار الذهب اللي هي عمالة تتغير كل شوية، وبقاله كتير كتير الذهب عمال يعلى. خلينا نشوف عيار 18 سجل النهاردة 675 جنيه، عيار 21 سجل 787 جنيه، أما عيار 24 899 جنيه، والجنيه جنيه الذهب 6296 جنيه. يعني قل شوية عن امبارح سعر جنيه الذهب، وسعر الذهب قل فتفوتة عن امبارح.